بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم اليوم في درس من دروس الرياضيات لقسم التقنيات المدنية للمستوى الأول، الفصل الدراسي الثاني، ومعكم تدريسي المادة أستاذ مساعد نعيم منخي عود. نتناول اليوم في درس من دروس الرياضيات الدوال الأسية والدوال الزائدية، الـ exponential functions and hyperbolic functions. الدوال الأسية والدوال الزائدية، راح نتناول أولا الدوال الأسية الـ exponential functions. لنفرض أن العدد A عدد موجب، إذن الدالة الأسية هي الدالة التي على شكل f للx تساوي إن a للأس x، حيث إن الx ينتمي إلى r. معناها إنه الدالة الأسية هي دالة الثابت المرفوع إلى متغير، دالة الثابت المرفوع إلى متغير. ملاحظات: أولا a أس n تساوي a في a في a في a إلى n من المرات، يعني a أس n هي حاصل ضرب a في نفسه n من المرات. ثانيا a أس سالب n تساوي 1 على a أس n، واحنا معروف ان a أس في المقام يصعد للبسط يتغير، تتغير الإشارة مالته، أو في البسط ينزل للمقام أيضا تتغير الإشارة مالته، مالت الأس أقصد يعني. ثالثا A للأس 1 على N، A أس كسري طلاب، A أس كسري معناته هو كان بالأصل جذر، بالأصل جذر، هذا الأس الكسري جذر، البسط مالته هو قوة المقام، قوة المقدار تحت الجذر، قوة المقدار تحت الجذر، ومقامه هي دليل الجذر أو قوة الجذر، البسط مالته هو قوة المقدار أو أس المقدار تحت الجذر، والمقام مالته هو دليل الجذر. إذن A أس 1 على N تساوي هو الجذر النوني للعدد A. رابعا A للأس M على N هو نفس الفكرة مال الملاحظة رقم 3، بس كل ما هنالك أنه البسط بدل ما يكون 1 راح يكون هنا M، ممكن يكون A أس 1 على N مرفوع للقوة M، وحالي من نضربهم قاعدة الأس في حالة رفع الأس إلى أس آخر تضرب الأسس، أو يساوي أن A أس M في أس 1 على N، وإحنا قلنا A أس كسري، هذا الأس الكسري هو كان أصله جذر، البسط ماله أس المقدار تحت الجذر، والمقام مالته قوة الجذر أو دليل الجذر. خامسا إذا كانت A موجبة يعني أكبر من صفر، إذن A أس X تكون موجبة لكل قيم X اللي تنتمي إلى R. سادسا A أس X زائد Y، إحنا A أس عبارة عن كثيرة حدود، A أس عبارة عن كثيرة حدود يعني بيناتهم موجب أو سالب، إما إذا كان موجب، إذا كان موجب معناته كانت الأساسات مضروبة، كانت الأساسات مضروبة، A أس X زائد Y معناها A أس X في A أس Y، وإذا كانت الأسس بيناتها عملية طرح معناتها الأساسات كانت مقسومة، A أس X ناقص Y يساوي أن A أس X على A أس Y، وهذه الخاصية السابعة. ثامنا A أس صفر تساوي واحد، وهذه قاعدة عامة تعمم على جميع الأعداد والقيم. تسعة A أس X أس Y، هذا قانون الرفع، عند الرفع تضرب الأسس، يعني إذا كان أس داخل القوس وأس خارج القوس تضرب الأسس، A أس X أس Y تصير A أس X Y. عاشرا إذا كانت A أكبر من الواحد، فإن A أس X is
incremental function دالة تزايدية. إذا كانت الأساس هذا الأساس A أكبر من واحد فإن الدالة تزايدية، وصار نشوف شنو الدالة التزايدية. وإذا كانت A أكبر من صفر وأقل من واحد معناها هي عبارة عن كسر. الأكبر من صفر وأقل من واحد عبارة عن كسر موجب، فإن A أس X is decremental function أي إنها دالة تناقصية. 12 A أس X is continuous for all X، يعني A أس X دالة مستمرة لكل قيم X، لكل قيم X. 13 إذا كانت A تساوي واحد فإن A أس X أيضا يساوي واحد for all X، لكل قيم X. نأتي الآن إلى موضوع رسم بيان الدالة y تساوي a اس x. الدالة الأسية هذه شلون نرسم؟ راح ناخذ المثال، ارسم بيان الدالة y تساوي 3 اس x، هنا ال a هو 3. الحل نعمل جدول لقيم x و y مثل ما تعلمنا سابقا بالمرحلة الثانوية أو المتوسطة، نسوي جدول ل x و y وعلى ضوء الدالة الموجودة عندنا نفرض قيم لx نعوضها بالدالة تطلع قيم لy، وهي عبارة عن زوج مرتب. المتعارف عليه أنه ناخذ خمس قيم، اثنين سالبات والصفر واثنين موجبات، حتى على الأقل ممكن نتكهن بشكل الدالة أو سلوك. راح ناخذ قيمتين سالبات، سالب اثنين نعوضها بالدالة تطلع عندنا الy 1 على 9، إذا النقطة سالب 2 1 على 9، وسالب 1 عوضناها بالدالة طلعت 1 على 3 الواي، والنقطة هي سالب 1 1 على 3، والنقطة 0 3 أس 0 تساوي لي 1، النقطة 0 1 هذه تتقاطع ويا محور الواي، والواحد والثنين راح تطلع لي النقاط 1 3 و2 9 على التوالي. نجي نرسم هذا محور الواي وهذا محور الاكس. راح نحدد القيم سالب 2، هذه على افتراض انها سالب 2 بدون مقياس رسم، وهذه سالب 1، وهذه النقطة 0 اللي تقاطعت ويا محور واي صارت النقطة 0 1، وهذه الواحد وهذه الاثنين، هذه خمس نقاط راح تكون اللي هي ممكن ان تحدد لي الرسم. راح نرسم الدالة، راح نرسم الدالة، الدالة في الشكل هذه هي دالة الواي تساوي 3 أس إكس. لاحظ أنه القيم واي، قيم واي في ازدياد من بداية الدالة، الدالة تتحرك من اليسار إلى اليمين، الدوال تتحرك من اليسار إلى اليمين. لاحظ أنه الدالة في قيم واي في ازدياد، لذلك نقول عليها أنه بما أنه الأي هاي الأي 3 هي أكبر من واحد، فإذا الدالة تزايدية، الدالة تزايدية أو تصاعدية. نأخذ مثال آخر، ارسم بيان الدالة y تساوي نصف أس X. هنا أنا الأي عندي صارت أكبر من صفر وأقل من الواحد. أيضا الحل بنفس الطريقة السابقة، نعمل جدول لX وY ونأخذ خمس قيم، اثنين سالبات والصفر واثنين موجبات، وحصلنا على الأزواج المرتبة خمس نقاط من تقاطعات أو من تعويض الأكس بالدالة حصلنا على قيمة الواي. راح نرسم هذا محور الواي، هذا محور الأكس، هذه القيمة الأولى لأكس سالب اثنين، القيمة الثانية لأكس سالب واحد، هذه القيمة الثالثة لأكس هي الصفر اتقاطعت ويا محور أو وقعت على محور واي انطتني النقطة صفر واحد، وهذه الأكس واحد وهذه الأكس اثنين. راح أرسم الدالة، الدالة بهالشكل صارت. لاحظ أنه الدالة احنا قلنا تتحرك من اليسار إلى اليمين، تتحرك من اليسار إلى اليمين. شوف الدالة انهم بدت من الاعلى، قيم واي قاعد تتناقص، قيم واي تأخذ بالتناقص، لذلك نقول
هذه الدالة هي y تساوي نص أس x، لذلك نقول إنه الأي إذا كانت أكبر من صفر فعلا النصف أكبر من صفر، وأقل من واحد نعم هي النصف أقل من واحد، فإن الدالة شبيهة تكون تناقصي. نعم. تمارين، جد قيمة x لكل مما يأتي. خلينا نشوف إنه شلون نحل تمارين الدوال للأسي. التمرين الأول أو السؤال الأول، 3 أس X تساوي 1 على 9، شلون نوجد قيمة X؟ لازم نستفاد من قاعدة أنه إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس. 1 على 9 هي أصلها 1 على 3 تربيع، والثلاثة تربيع نرفعها للأس للبسط تصير 3 أس سالب 2، إذن 3 أس X تساوي 3 أس سالب 2، تساوت الأساسات عندي إذن الأسس تتساوي تتساوى إذن x تساوي سالب 2. حليت السؤال. السؤال الثاني، 2 أس سالب x يساوي 1 على 4، أيضا الواحد على 4 هي 1 على 2 تربيع، والثنين تربيع نرفعها للبسط تصير 2 أس سالب x تساوي 2 أس سالب 2، 1 على 4 هي 2 أس سالب 2، تساوت الأساسات إذن سالب 2 يساوي سالب x، إذن x تساوي 2. انتهى الحل. السؤال الثالث، 2 مرفوعة للأس 2 x ناقص 8، لاحظ أن العفو 5 مرفوعة للأس 2 x ناقص 8، هنا مرفوعة إلى دالة وليست لقيمة، هنا كلهن إلى دوال بس كثيرة حدود أقصد، تساوي 25. ال 25 أحللها حتى أستفاد من قاعدة إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس، راح تصير عندي 5 أس 2 x ناقص 8 تساوي لي 5 تربيع اللي هي 25، تساوت الأساسات إذن تساوت الأسس، 2 x ناقص 8 تساوي لي 2، انقل 8، 2 x تساوي 10، إذن x تساوي 5. السؤال الرابع، 3 أس سالب 2 x تساوي 1 على 81، ال 81 نعرف بأنه هو 3 أس 4، بما أنه ال 81 بالمقام من الرفع للبسط يصير 3 أس سالب 4، إذا 3 أس سالب 2 x يساوي 3 أس سالب 4، تساوت الأساسات إذا الأسس تتساوى، تساوت الأساسات إذا الأسس تتساوى، إذا سالب 2x تساوي سالب 4، إذا 2x تساوي 4، إذا x تساوي 2. السؤال الخامس، نصف أس x يساوي 8، الثمانية نعرف أنه هي عبارة عن 2 أس 3، 2 في 2 في 2، إذا الواحد على 2 أس x ممكن أوزع الأس على البسط والمقام، تصير 1 أس x على 2 أس x، الواحد لأي أس هو 1 راح تصير 1 على 2 أس x. لاحظ عزيزي الطالب هنا حتى تفهمها منين اجت هاي الخطوة، صارت 1 على 2 أس x، ال 2 أس x بالمقام راح أرفعها للبسط تصير 2 أس سالب x، هذه 2 أس سالب x تساوي 2 أس 3، تساوت الأساسات إذن تتساوى الأسس، وسالب 3 تساوي سالب x تساوي 3 بالضرب بسالب 1 راح أحصل أنه x تساوي سالب 3. العدد E هو عدد حقيقي يساوي 2.718، طبعا بعد أكو مراتب عشرية بس نحن للاختصار نختار فقط 3 مراتب للتوضيح. هذا يعتبر هو من الدوال الأسي الإكسبونينشال. إن اللوغاريتم الطبيعي لن x، لوغاريتم الطبيعي لن x هو دالة متزايدة قابلة للتفاضل يعني للاشتقاق، حيث مجالها هو مجموعة كل الأعداد الموجبة، مجالها هو مجموعة كل الأعداد الموجبة، الدومين مالتها الأعداد الموجبة، والمدى الرينج مالتها هو مجموعة كل الأعداد الطبيعية،
كل الأعداد. طب وحيث إنها متزايدة، اللين X ودالة متزايدة فهي دالة أحادية، وبالتالي لها معكوس أو لها دالة عكسية. هذه الدالة العكسية نرمز لها بالرمز E أس X. إذن الـ E أس X هو معكوس دالة اللين X. دالة الـ E أس X هي معكوس دالة اللين أس X. شلون راح أتأكد؟ أتأكد عن طريق الرسم. هذا يعني أن مجال E أس X هو مجموعة كل الأعداد الحقيقية، ومداها هو مجموعة كل الأعداد الطبيعية الموجبة. وبما أنه E أس X هو معكوس اللين X، معناتها ممكن أحصل على مخطط الـ E أس X من مخطط اللين X، وذلك بعكسه على محور التماثل أو المستقيم Y يساوي X كما في الشكل. خلينا نشوف. رسمنا الـ Y، هذا المحور الأفقي X، هذه هي دالة الواي تساوي لين اكس، هاي دالتنا اللوغارتم الطبيعي. هذا محور التماثل اللي هو واي تساوي اكس، محور التماثل اللي راح تنعكس عليه الرسم، بحيث ممكن ان احصل على الاي اس اكس. شلون حصلنا عليه؟ شلون حتى نكون حلنا صحيح او مضبوط؟ انه هذا محور التماثل إذا أختار أي نقطة على الواي تساوي هذا الإي أس، الواي تساوي إي أس X، صارت عندي الدالة الأصلية ومعكوسها على محور التماثل. إذا أختار أي نقطة على واي تساوي لين إكس على المنحنى مالتي أو الدالة الأصلية، راح هذا الخط المستقيم الواصل بين هذه النقطة والنقطة الأخرى بحيث على الدالة المعكوسة، بحيث يشكل لي زاوية قائمة. هذه النقطة اللي هي كانت أي بي على واي تساوي اي اس اكس، يجب أن تكون بي اي على واي تساوي لين اكس. يعني فرضا إذا كانت هنا 2-3، يجب على من تنعكس على محور التماثل تصير 3-2، إذا كانت 1-4 تكون 4-1 وهكذا. وهذه هي دالة اللين ومعكوستها دالة الإي أس إكس، دالة اللين إكس، وهذه دالة الإي أس إكس على محور التماثل واي تساوي إكس. خصائص الإي أس إكس، شنو خصائص؟ اولا اي اس اكس موجبه دائما لكل قيم اكس. مدى اي اس اكس هو مجموعه كل الاعداد الحقيقيه الموجبه، يعني اذا كانت الاي اس اكس موجبه فان المدى مالها هو مجموعه كل الاعداد الحقيقيه. ثانيا لن الاي اس اكس يساوي اكس، احنا عندنا قاعده متعارف عليها بالطلاب، للطلاب شارحيها، نقول اللين يلغي الإي والإي يلغي اللين. اللين هنا لغى الإي، اللين لغى الإي، ظلت عندي الأكس تساوي الأكس. أيضا الإي يلغي اللين، إي أس لين أكس يساوي أكس، الإي يلغي اللين وتصير الإي الأكس تساوي الأكس. أربعة، أنه إي أس أكس هي دالة متزايدة، بما أنه اللين قبل قليل شرحنا وقلنا انه دالة اللين دالة متزايدة، اذا معكوسها يكون دالة متزايدة. خل نشوف هذه الامثلة، حل المعادلات الاتية. اولا اي اس 3 اكس تساوي 2، هنا ما عندي اسس انا مثل الدالة الاسية اللي هي دالة الاي، هنا لازم استفاد منين؟ من خاصية الاي واللين. يعني دالة الإي إذا تجيني أخذ اللين للطرفين ممكن تحليها. الإي أس 3 أكس تساوي 2، راح أخذ تيك لين، راح أخذ لين للطرفين، تصير عندي لي لين الإي أس 3 أكس يساوي لين 2. هنا عندي لاحظ اللين لغى الإي، اللين لغى الإي، فصارت عندي 3 أكس تساوي لين 2، وبالقسمة على معامل X راح يكون X تساوي 3/2، وهذه 3/2 قيمة عددية هي قيمة X. ثانيا لن X أس 4 يساوي سالب 1، لن X أس 4 يساوي سالب 1، راح أخذ E للطرف، هنا أخذت اللن بوجود الE، هنا بوجود اللن راح أخذ الE، تيك E الE أس لن
x أس 4 تساوي e أس سالب 1. اللين لاحظ هنا اللين لغى الـ e أو الـ e لغى اللين، صارت عندي الـ x أس 4 تساوي e أس سالب 1، معناتها الـ x أس 4 تساوي 1 على e، وبأخذ الجذر الرابع الـ x أس 4 صارت x، والواحد على e تصير 1 على الجذر الرابع لـ e، وممكن هذه أحولها إلى أس كسري ورفعة للبسط تصير x تساوي e أس سالب 1 على 4. ثالثا لين x، لاحظ هنا لين x هنا دالة، يعني دالة اللين، قيمة اللين هي أيضا لين. هنا حتى نقدر نحل لازم نتخلص من اللين الأول، راح ناخذ e للطرفين، إذا e أس لين x يساوي e أس 2. ال e لغت اللين، ظلت عندي لين x يساوي e تربيع، لين x تساوي e تربيع، راح اخذ تيك e again، مرة ثانية راح اخذ e للطرفين، اذا هذا اللين x صارت e اس لين x، والe تربيع صارت e للاس e تربيع، ايضا الe لغى اللين، صارت الx تساوي e اس e تربيع، وهذه الe اس e تربيع هي قيمة عددي وتساوي قيمة x. هذا كان الدوال الأسي. نأتي الآن إلى الدوال الزائدية الـ Hyperbolic Functions. الـ Hyperbolic الدوال الزائدية بها متطابقات، بها علاقات، يجب أن نتعرف على العلاقات حتى نقدر نحل. الدوال الزائدية أيضا هي ثلاثة رئيسية وثلاثة مقلوبات. الساينش تقرأ ساينش U تساوي إن إي أس يو ناقصاً إي أس سالب يو على 2، والكوش يو يساوي إن إي أس يو زائد إي أس سالب يو على 2. هنا حتى سهولة الحفظ مرات نضيف قرائن للطالب، نقول الساين إذا بدأ بالحرف السين وهنا يكون سالب، الكوساين أكيد عكسه يكون موجب. التانش يو هو عبارة عن الساينش على الكوساينش، الساينش هو هذا المقدار والكوساينش هو هذا المقدار، قسمة هذا المقدار على هذا المقدار، الاثنين راح تختصر ويا الاثنين راح تساوي لي التانش يو تساوي اي اس يو ناقصا اي اس سالب يو على اي اس يو زائدا اي اس سالب يو. الكوتانش يو هو مقلوب التانش، مقلوب التانش يعني هذا المقدار نقل به، الموجب راح يصير بالأعلى بالبسط والسالب يكون بالمقام، بحيث اليو لا تساوي صفر. السيكانش يو هو مقلوب الكوش يو، مقلوب الكوش يو، هذا الكوش نقلبه يصير 2 على اي اس يو زائدا اي اس سالب يو. وستة الكوسيكانش يو هو مقلوب الساينش يو وراح يساوي لي 2 على اي اس يو، هذه نقلبها ناقص اي اس سالب يو حيث اليو لا تساوي صفر. مثال عندي هذه المتطابقة أشبه بالقاعدة الذهبية بالدوال المثلثية التراجونومتريك. بالدوال المثلثية عندي ساين تربيع x زائد كوساين تربيع x يساوي 1، هنا عندي كوش تربيع يو ناقص ساين تربيع يو يساوي 1، شلون أثبت؟ البرهان راح اخذ الليفت هاند سايد الطرف الايسر، هذا الطرف الايسر، الكوش تربيع ناقص ساينش تربيع، اعوض بالمتطابقات اللي قبل قليل شرحتها، هذه متطابقة الكوش تكون موجبة الكل تربيع، هذا التربيع ناقص هذا الناقص الساينش، هذا الساينش تربيع، راح افتح المربعات والثنين هي عبارة عن واحد على اثنين مضروبة في هذا البسط، طلعتها خارج ربعتها طلعتها خارج صارت واحد على أربعة، وفتحت مربع الحدانية هذا أيضا، هذه طلعت الواحد على أربعة سالب واحد على أربعة وفتحت مربع الحدانية هذا. هسه من هذين الطرفين ممكن أنا أطلع الواحد على أربعة مشترك وأفتح هاي الأقواس، هذا القوس ينزل نفسه وهذا القوس ينضرب بهذا السالب راح يغير إشاراته، هنا راح تختصر عندي الـ e أس 2 يو ويا السالب e أس 2 يو، والـ e أس سالب 2 يو ويا سالب e أس سالب 2 يو، تبقى عندي 2
زائد 2 4 وربع في 4 يساوي لي 1 ويساوي لي الرايت هاند سايد وهو المطلوب. اشتقاق الدوال الزائدية حالها حال أي دوال ممكن لها قوانين للاشتقاق. دي للدي لأكس يعني مشتقة الساين شو هي كوش يو في دي يو للدي أكس. هاي دي يو للدي أكس مشتقة الزاوية، مشتقة دي يو للدي أكس مشتقة الزاوية، حيث إن اليو هي دالة بالمتغير أكس. ممكن تجيني أكس، ممكن تجيني ثيتا، ممكن تجيني دالة، أيا كان. مشتقة الكوش يو هي ساين شيو في مشتقة الزاوية. مشتقة التانش هي سيكانش تربيع يو في مشتقة الزاوية. مشتقة الكوتانش يو هي سالب كوسيكانش تربيع يو في مشتقة الزاوية. ومشتقة السيكانش يو سالب سيكانش يو تانش يو في مشتقة الزاوية. وسادسا مشتقة الكوسيكانش يو تساوي سالب كوسيكانش يو كوتانش يو في مشتقة الزاوية. هنا فد ملاحظة بسيطة ممكن تسهل بعملية حفظ هذه القوانين. هذه القوانين اشتقاقاتها العلاقات الرئيسية الثلاث اللي هي الساينش والكوساينش والتانش نتيجتها موجبة. لاحظ نتيجتها موجبة. والعلاقات المقلوبة الثلاث الكوتانش والسيكانش والكوسيكانش هي نتيجة الاشتقاق مالتها تكون سالبة. هذه سهولة الحفظ بالنسبة للطالب. خلنا ناخذ هذه الأمثلة. جد دي واي للدي اكس لكل مما يأتي. أولا ساينش 3 اكس واي تساوي ساينش 3 اكس مشتقتها دي واي للدي اكس. الساينش قلنا احنا مشتقتها كوساينش كوش. الكوش في مشتقة الزاوية راح يكون مشتقة الزاوية 3 قدمناها واختزلنا خطوة 3 في كوش 3 اكس لنفس الزاوية. ثانيا تانش 1 زائد اكس تربيع واي تساوي تانش 1 زائد اكس تربيع. مشتقة التانش هي سيكانش تربيع في مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية 2 اكس هاي 2 اكس في سيكانش تربيع لنفس الزاوية. ثالثا واي تساوي كوسيكانش تربيع اكس تربيع زائد واحد. لاحظ انه احنا ما عندنا قانون للكوسيكانش تربيع، ما عندي قانون للكوسيكانش تربيع، اذا اتعامل وياه كقوس مرفوع الى اس، والنتيجة مالته الاس في المعامل هنا الاس ينضرب في المعامل، معامل الكوسيكانش تربيع هو واحد، اثنين في واحد اثنين، في المقدار او القوس مرفوع الى الاس ناقص واحد، اثنين ناقص واحد صارت واحد، في مشتقة داخل القوس، اذا تصير اثنين كوسيكانش اكس تربيع زائد واحد هاي الزاوية في مشتقة داخل القوس. مشتقة داخل القوس اللي هي الكوسيكانش اكس تربيع زائد واحد بدون هذه التربيع مشتقة داخل القوس. مشتقة داخل القوس مشتقة الكوسيكانش. الكوسيكانش هي سالب كوسيكانش كوتانش لنفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي 2 اكس. هسه بالتبسيط راح تصير عندي سالب 4 لان هذه 2 في هذا السالب في 2 اكس سالب 4 اكس كوش كوسيكانش في كوسيكانش صارت كوسيكانش تربيع اكس تربيع زائد 1 في كوتانش تربيع زائد 1. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.